مثال الفل في السريع كده، ايرادات افلام عيد الاضحى السنه دي ضرب نار. نبتديها بالمركز الاول وهو الفيل الازرق الجزء الثاني، وصل للرقم 65 مليون جنيه لانه نزل قبل عيد الاضحى تقريبا باسبوع او بعشر ايام، فلما غلى حلوة وصل ل 65 مليون جنيه. ده في مصر بس، مش بالبلاد العربية كمان. المركز الثاني كان ولاد رزق، وصل تقريبا ل 32 مليون جنيه في 6 ايام، وده انجاز، ده محدش تقريبا وصل له يعني. في المركز الثالث احمد حلمي خيال مآتة ب 28 مليون جنيه في 5 ايام، لانه نزل اول يوم العيد او ثاني يوم العيد في مصر بس. في المركز الرابع الكنز بتقريبا 8 مليون جنيه، وللاسف الكنز يعتبر من احلى الافلام اللي في العيد السنه دي، بس ما خدش حقه لانه كان جنبيه وحوش يعني. والمركز الخامس انت حبيبي وبس، ونقفل الفيديو على كده يبقى احسن يعني.